السلام عليكم إخواني الأعزاء أحبائي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في برنامج جديد اسمه مسار طائر. الإخوان كما كتعرفوا اللي متبع هذا البرنامج فهو يعني برنامج كيعود على لو باركور ديال أو المسار ديال الطائر، فدوز واحد 4 أو 5 الحلقات، فاللي متبعو غادي يكون عارف الكونسيبت. بالنسبة لي أنا علاش خديت هاد يعني استنبط هاد الفكره من برنامج ديال مسار مولوع، لان المسار مولوع كنعطي المولوع كنصطاد فيه كنعطيه الفرصه انه يعاود على القصه ديالو، يعني مع طبيعه الطيور والقصه ديالو في النجاح ديالو في تجربته مع الحسون، بالضبط في تغيير الحسون صنف الكوبيا او العكس او الصنف الودانيه. فهنا المولوع عطيته الفرصه ديالو، فجاتني الفكره كيف يعقل ان الحسون الطائر البطل الحقيقي يعني في المسرحية ما عطيتوش فرصته، حتى إذا تعطاتو الفرصة تحط في اليوتيوب فيتم مناقشة يعني لي ديفو ديالو، يتم مناقشة العيوب ديالو، ولا مشى الكونكور يتم يعني الإقصاء ديالو، لأن قانون ديال بعض منهم، لأن الإقصاء ماشي 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 بالفكرة ديال الإقصاء، وإنما هذاك قانون اللعبه. فهنا فكرت انني ندير مسار طائر، لان حسب القصص اللي كنت كنسمع على ديال الطيور اللي دازوا جبابره كانت عندهم واحد القصه غريبه، فقلت علاش ما نديرهاش هذا المسار طائر ونبرز البطل الحقيقي في هذه المسرحيه كلها، لان البطل الحقيقي هو الطائر رغم مسكين الصعوبات اللي كيعيشها معنا، لان اولا كنمشيو نجيبوه من المحيط ديالو اللي هو الطبيعه، سواء كنجيبوه عش صغيور كنجيبوه من المحيط ديالو كنحيدوه من واحد المسرح ديالو وكندخلوه عندنا لواحد المحيط جديد، ثم الا كان عشيش كتاخذوه لوالديه كنخلقوا مشاكل لوالديه ان ستريس لوالديه، ثم هو كندخلوه لواحد الستريس ديالنا كيولي فوق مرغم عليه يعيش واحد لادابتاسيون اللي ماشي ديالو، مثلا ما كيبقاش يعيش يعني ينعس في الوقت ديالو، ما كيبقاش ياكل داكشي اللي عنده، ما كيعيش مع الطيور، كيعيش مع العائله وسط الضو وسط الضجيج وسط بزاف ديال الحوايج مغلبات وكيتادابت معاها، ثم كنزيدوه بالكاسيت ديالنا وكنزيدو كاين اللي كيزيدو بالكاخون كيزيدو بالبوشيت، يعني كاين اللي كيكون العام كامل هو مغطي، ثم اضافه الى ان كنعطيو واحد التغيير اللي حنا كنصايبوه من خلال داكشي اللي عندنا ديال التغايد ديال الاصل يعني الاصل ديالو، ولكن واحد كنعطيو واحد التغيير اللي هو واحد المنظومه اللي كنعطيوها ليه حنايا في ميدان التغيير، اللي هي حنا كنختاروها حنا كنختاروها حنايا على حسب السمع ديالنا والذوق ديالنا وكنعطيوها ليه هو. رغم ذلك هناك الطيور اللي كتحفظهم، كاين اللي كيجيب عيوب وكاين اللي كيجيب بخير وعلى خير وكيدير المجهود ديالو كيشدها، وملي كيجيب يعني عيب بسيط ما كنرحموهش، اذا هذا هو البطل، هذا هو اللي خصو يدوز حتى هو تكون عنده مسار طائر. اذا يعني اذا جيتي تغير تفكر فيه، انا الا عطيت غير اي واحد فينا مني وجبد ما قدرتش نحفظ صوره البقره، ما واخا تعطيني شهرين نبقى معاها نقاتل معاها كنساها، ما بالك انت كتعطي لها الطائر، ولا حنا كنعطيو واحد السيدي اللي هو شويه مختلف، واخا التغيير ديالو راه مختلف على ما يسمع في الطبيعه، على لا كومونيكاسيون اوريجينال ديالو. على كل حال انا خديت هذه الفكره هذه باش نعطي لها الطائر واحد القيمه نقدر نقول لك القيمه ديالو كطائر ككائن حي اللي كيفرحنا او كيقلقنا، لان هاد بويه صغيره جمع بزاف د الحباب وفرق بزاف د الحباب. على كل حال اليوم اختاريت لكم واحد الطائر اللي غادي ندويو معاه اللي غادي ندويو عليه ونعطيو له باركور ديالو ان شاء الله، لان ملي كيبان لي شي طائر باين في الساحه وعنده ام تي باركور يعني غريب، لان اكثريه ديال اللي سطحوا في الساحه الولائيه كتلقاو لو باركور ديالهم غريب سبحان الله العظيم. على كل حال فنمشيو نتبعوا القصة اللي غنعاود لكم على هذا الطائر. السلام عليكم مرة أخرى أحبائي أعزائي، فكما وعدتكم في المقدمة ف دابا غادي ندويو على القصة ديال الطائر اللي هضرت عليه أو اللي بحال
اللي هضرت عليه في المقدمه. فالطائر اللي غنهضر عليه اللي غنهضر عليه اليوم هو هذا اللي قدامكم، طائر الملقب بالمطل. فمن طبيعه الحال الطائر الملقب بالمطل غادي يتساءل البعض علاش اختاريته، او غادي يتساءل البعض ان كاين بزاف ديال الناس ربما ما سامعينوش ما سامعينش عليه، ولكن هو الطائر عنده صدى في الساحه الولائيه، عنده صدى في الساحه الولائيه، لان واخا رغم انه ما شافش الكونكور ولكن الممالية كلهم كيعرفوه، يعني الممالية اللي عندهم درايه واللي عندهم يعني الاهتمام بهذا الميدان فسامعين بهذا الطائر هذا. اذا هذا لقب بالمطل، وغادي نعاود القصه ديالو علاش لقب بالمطل وعلاش بالضبط داز في مسار الطائر. اذا هذا الطائر اللي كتشوفوا امامكم القصه ديالو حتى هو قصه غريبه. على كل حال هو معروف ديال من لان ديجا كاين على 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 الفيسبوك مطروح كفيديو، وانما انا غير كنعطيه واحد الطريقه اخرى باش يعني ندير ليه واحد لونغيجيسمون ديال ليستوا ديالو باش يبقى في التاريخ الجيل الجديد اللي غادي يسمع هاد الطائر وغيقول ديال من او كيفاش تحفظ او كيفاش تا جا ودخل القفص. اذا هاد الطائر كما كيعلم الجميع كان ديال امين اللي فراس الناس، ودابا حاليا فهو ملك ديال المولوع المولوع ديالنا المعروف اللي هو المهدي باتريك صاحب انطوان وصاحب الاخوان ديال الماليا كاملين. ف وكان نقول ليه يعني نقول ليه بصحه جيده ان شاء الله اخويا المهدي. اذا الاخوان هاد الطائر في الحقيقه سولت عليه مولاه الثاني اللي هو امين جنة المولوع ديالنا المعروف، واللي كنشكرو ديما من هذه الناحيه لانه سي كيلكان ولا شي هو من الموالي اللي دا ان ريبيرتوار ديال الطيور ديالو وحافظ عليهم وسجلهم بدي فيديو، ومن الناس اللي دائما كنمشي ليه الخزانه ديالو باش كما كنقولوا باش نغني الخزانه ديال هذا البرنامج هذا والخزانه المغربيه. يعني هذا هو الجميل في امين. وشحال من واحد كنقول ليه اللي عنده شي طائر عنده يعني باركور ديالو في الساحه الولائيه ومعروف وعنده شي قصه غريبه يصيفطوا لي كفيديو. والجدير بالذكر ان هاد البرنامج ماشي باش نبيعو نديرو يعني نلصقو التيكيطه للطائر باش يتباع او يتشرى نهائيا، لان الى رجعتو للماضي غادي تلقاو الطيور ماتوا اللي هضرت عليهم. اذا الاخوان هاد الطائر اللي تسمى بلمطل فهو ما كانش ديال امين. تساؤل اللي كاين في هذا البرنامج هذا كيف وصل الى يد المهدي، وكيف وصل من طبيعه الحال الى يد الى يد المولوع ديالنا امين. فالطائر اللي كتشوفوا قدامكم الجميل المطل فهو كان ديال واحد الولد واحد المولوع اللي ما كنعرفوش هنايا، وهو معروف عند الاخوان سميتو احمد ولد حي مولاي عبد الله، هو مولوع كذلك. فهذا المولوع هذا ما عرفتش انايا على حساب كلام امين، لان هادشي كنعاودو من خلال ما سمعته من الكلام والفم ديال امين، يعني صرد عليا القصه وانها كنعاودها بطريقتي. فهاد الاخ احمد ربما ما عرفتش انا واش طلعت لي كازا فراسو والصداع ديال الكلاكسونات وصداع ديال الطوموبيلات ولو ستريس ديال كازا، فيسر ليه ربي في شي رزيق فمشى شرا واحد الموقعه في الارض ديال الارض في جهه جديده في واحد يعني واحد القريه او واحد العبيه اللي كتسمى ربما جمع طنطل. شرا هذيك البقعه باش يتكال مع راسو ويرتاح مع راسو عفوا ويبعد على الضجيج. فملي مشى لتما تما شد هاد الطوير هذا او شرا هاد القريه هذا اللي سمي بالطير ديال المطر. فملي شراه فخاصو يحفظو خاصو يحفظ يخدم عليه باش يحفظ عنده. فاتصل ليه بامين صاحبه اللي هو صديق ديالو قال لي خويا امين درت واحد الطوير بغيت شي كاسيت او سي سي دي داك الوقت نخدم عليه باش. فتصادف سبحان الله تصفات الامور واحد الصدفه غريبه، لان هادشي كنهضر لك عليه واحد 10 سنين لتحت. امين جنان كنطلب لا كاسيت يعني التركيبه الكلاسيكيه يعني الكلاسيكيه ديال الجامعه الاندلسيه.
اللي هي فوليوم 2 اللي الجميع كيعرفها واللي كانت واحد الوقت غابه خاصك باش تلقاها، خاصك دير المجهر ودير حاله باش تلقاها. فانطوان ما سبحان الله العظيم ما بخلش على امين، فعطاه هذيك ديال الفوليوم دو الكلاسيكيه اللي فيها البايجو معروفه بالضبط بالستيل ديالها، فخداها امين. ولكن امين الغريب في الـ في 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 هذه المساله هذه هو ان امين على حسب هضرته عجباه، ولكن باغي يضيف ليها واحد باغي يضيف لها واحد اللمسه ديالو، حيت اللمسه ديالو يعني اللمسه ديال يعني واحد اللمسه ديالو من خلال واحد تعديده، واحد لاكي خاص اللي كتعجبو، اللي في الذوق ديالو كتعجبو، واللي هي بتكلي. وهاد هاد هاد التعديده امين جنان سمعها في شي طير ديال الموضوع ديالنا اللي هو موكيل عبد الرحيم الغني عن التعريف واللي كلشي كيعرف. فا كما كتعرفوا على امين فهو بقى كيبحث على هاد التعديده. فين لقاها؟ القاها عند كما كنقولوا نقدر انا كنهضر تلقائي، لقاها عند واحد المولوع اللي حتى هو كراك في الولاعه واللي عنده مستوى زوين وحكم وطني اللي هو منير المعارف. راكم عارفين مسخوط ديال هادشي ديال يعني ديال التغريب، يعني تقدر تلقى عنده حتى هو خزانه كبيره تبارك الله، لان تبارك الله عنده واحد الذاكره بعدا منير اللي فوق في لا ميموريزاسيون. عرفتي منير ديال المعارف، فنقدر نقول لك هو الشبيه بداك الغاصه اللي كنقولوا، يعني يكون هو كان مغني كان ستايلر شقاع وكون ما عرفتش غيدير وكون تعطيه السي دي يحفظه. المهم هو عنده هذيك في لاكاسيت، ماشي في السي دي، عطاها لي في لاكاسيت. فعلا جاب لي الكاسيطه باش تعرف منير الستيل ديالو. جاب الكاسيطه وقال لي امين انه تراسى ديك الصباغه ولا ماكش الصباغه ديال الاطفال البلاصه، قال لي توصل السينتا هنا غادي تجي بتكلي، يعني هنا حبس وسجلها انت ودوزها للسيد وقيله داك الوقت كاسيط لا. فامين خدم بهذه القضيه هذه وفعلا شد هذيك بتكلي حطها في وسط السيدي، لانه هو باغي يسمع الفوليوم 2 بهاد التعديده. ولكن انا ما بيت كنقول لان ربما امين ما باغيش البايجو بحالو بحال عباد الله بحالو بحال الممالي، لانهم كيفكوا في هذيك البايجو كتشبه الطبيب، ما عندهاش ان ريتم يعني سانكرونيزي مع تغيير ديال الحسون ولا حتى الفوليوم 2. انا بالعكس انا كنقول العكس، انا من خلال البحث ديالي من خلال الاجتهاد اللي درت انا كانت عندي فكره عليها، ولكن البايجو ليس لها مثيل بالنسبه للتعوق ديال الحسون. المهم هذا رايي وهذا يعني شي حاجه طابع، ولكن هنا في الطياده انا بالضبط ما سمعوش بزاف، ما سمعوش كطائر حي عند امين. ملي كان عند امين ما سمعوش بزاف، حتى ملي كان عند المهدي ما سمعتوش بزاف، سمعت شويه. ولكن ربما امين واش حيد البايجو من السيدي ولا ما حيدهاش ما عرفت، ولكن غادي نتصنطو ملي نتصنطو للطائر غادي نعرفو الا جابها راه فيه البايجو، ما جابهاش راه ما فيش. على كل حال شد هو السيدي، عطاه للسيد داك احمد حتى هو شد الخبزه داها في الفران، شعل الفران صافي وقال بسم الله وتكل على الله. ايوا سي ايام وجي ايام وكي كتعرف كلشي كاين داك الوقت بدات الحفاضه، كلشي ملهي مع الحفاضه ديالو، كلشي باغي يخرج طيح السلم ديال الاخر، كلشي شاد ديك التركيبه ديالو كيقول لك انا تركيبتي احسن تركيبه في العالم، الاخر كيقول عندي ان ابيل ما عمركم سمعتوه. كنا بحال بحال، ولكن كنا عندنا هدف واحد ان نخرجوا في واحد النتيجه اللي مثلا اللي تكون احسن من الاخر، وهذه منافسه شريفه ماشي عيب. فبقينا يعني بقاو كيتسناو كما قال لك. فاذا باحمد كيتصل بامين في واحد الوقت محدد اللي هو المرحله ديالو واحد خمس شهور بعد ما خدا السيدي، ومن خمس شهور اللي هي يعني وان الطائر بدا يتكلم انه في المرحله ديال المراهقه او المرحله علميا ديال لابلاستيسيتي،
اللي الطائي كيقول الكلام في هذه الحاله هذه، يمكن الطائي تسمعه كيدوي تقول كريستاليزي، ويمكن تسمعه فيه شويه تخابيق. يعني هذه المرحله الصعيبه بالنسبه للمولوع، اللي خصو هنا اللي خصو يتدخل المولوع. هذه هي اللحظه دائما كنقولها، هي اللحظه العلميه اللي خصو يتدخل المولوع باش يصلح الطائي ديالو. فامين ذاك النهار دار مع السي احمد حدا ست ايام المعارف، وامين صافي ملي سميتو وقيلا صيفط ليه التسجيل، راكم كتعرفوا امين جا للقهوه كيتسنى، وعيط على الصديق ديالو اللي كيتولع معاه المولوع ديال هو موتو، الله يعني الله يخلي ليه صحيحته، وعبد الصمد. عبد الصمد واحد الصديق حتى هو الله يعمر ليه الدار. هادو جوج مواليع كيرتاح لهم امين، جاو جلسوا سمعوا داك الطويه، لان دائما كتخص واحد ماشي بحال الا كنتي في هذه اللحظه هذه كتحسك واحد المسانده ولا واحد لا كونفيرماسيون من 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 مولوع اخر. فسمعوا الطائر فعلا امين قال لي لو ريبيرتوار اي تي بيان، ولكن الطائر باقي الله جاي. هذا هو بعض الخطرات كاين شي موالي عندهم هاد لا فورس، ان في هذيك اللحظه كيغامر ياخذ داك الطائر، داك كيكون ان فليو او نقدر نقول لك فليو، انه واحد احساس ان هذا كيقدر يكون مزيان يعني 75%. ولكن هنا امين كاين عنده هذه القضيه هذا انه كيغامر، وقليل اللي كيغامر، لان كتشي كما كنقولوا امانا مغمضه، فامانا كتعرفها هي الكرونادا، الكرونادا هذيك. فامين شرا هذه الكرونادا، وبطبيعه الحال غامر، يعني علاش غامر؟ لان نقدر نقول لك انه خدا هاد الكرونادا هادي غتقدر من يفتح من بعد لا كريستاليزاسيون يفتحها تفرقع عليها بوحدو، ويدخل سوق راسو باي باي يا شيري، وغادي يدير بوشيطا ويضرب الطم. ولكن ملي غادي فين الجميل فين هو الا تفرقعات على الماليه بوزيتيفمون، يعني هذا غير تعبير مجازي، هنا غيكون امين فرحان. المهم على كل حال هو غامر، هو تقبل، هو امين كيتقبل تفرقع عليه ولا تفرقع على غيره. على كل حال خداها امين، تفاهموا على الثمن، ما عرفتش انا الثمن، ماشي شغلنا في الثمن، يعني الثمن كيبقى بيناتهم. امين هز الخير داه للدار بخير وعلى خير، ايوا سي عبد الصمد حتى هو وخويا موتو تكاو على الطوموبيله ومشاو متشبعين داك الطويه كيحلموا به، ومشاو نعسوا مع راسهم. سي احمد تكا على عمر البينكا مشى الطريق ديالو. امين دخل الطريق الدار فرحان، وكتعرف امين الا دخل شي حاجه مزيانه وعاجبه صافي بيخ فوق السلك. هذيك اللحظه هذيك الوقيته الناس عارفين بان المطلع هذاك الطائر اللي تسمى ديال المطلع خداه امين راه جاي في الطريق. المهم دارت لي غيمور داروا، يعني الهضره دارت، الطير ها هذيك راه معنا كي ولات غدا، كانت غادي تفرقع ديك القنبوله كانت غادي تفرقع على با امين. الطيمه الله يلا ديك الكرونادا كان غادي تفرقع، كانت غتشتت ليا المصيانه ديال امين، لانه مرض ليه والمقنين الى مرضات انت وزهرك. ولكن امين ما تخافش عليه، راك عارف في لافارماسي وداك الشيء، بقى مضرب مع طويه وقفوا الطائر رجع صحته. امين عاود طلع فوق السلك، ولكن طلق هو قنبوله اخرى ماشي من النوع ديال الكرونادا، لا طلق واحد نقدر نقول لك واحد القنبوله مسيله للدموع. قال اللي سولو كيقول ليه طائر المطل مات، بقات هذيك الفكره غادي بحال هكاك، بقات غادي بحال هكاك. صايق لك صايق المواليه بهذيك الطريقه وبخير وعلى خير، وحنا كنضحكوا، وهي فعلا القضيه كاينه. دازت المده، طير ملي صحاح دخل البداله، هادي سيت اون بون شوز تكنيكمو في الولاعه، سيت اون تري بون شوز نقولها لك ولا نقولها للمواليه. دخل حيت الا دخل لك شي دابا لابارتي ديال ديك لا فاز اللي كنهضروا عليها، الا مشات حتى مثلا مرض ليك او ما ماتش وعاود دخل لامي ودخل البداله في هذيك الثالثه، راه مزيان المولوع غادي يتبدل الطائر، وتعاود تتاكد ليه بلاكاسيت ديالو تصلح ليه الاخطاء ولا تصلح ليه الاخطاء اللي سمعتي به. فامين هنايا قال زكا ملي الطير برا وسمعوا القاه بان الطائر من داك لاغاس اللي باقي عندها باقي ما شبعاتش،
يعني بهذه الفكره بهذا المفهوم هذا باقي ما شبعش كلام. قال غادي نزيدو دي زابيل، وفعلا خدا دي زابيل، دي زابيل اونيك يعني منفرده سولو، حطهم خدا داكشي اللي عجبو مقلاوش من التراك ديالو، حطهم ركبهم فوسط الفوليوم دو اللي هو اللي معطي مع البيسكوليك من طبيعه الحال. فعطى هذوك التغاريد ما عرفتش شحال عطاه، هو قال لي ودي كان عندي احساس، عفوا انني كان عندي احساس ان غادي يجيبهم على اساس انهم منفردين، يجيبو مع منفردين باش يعطي واحد الملحه، يعطيو الملحه لذاك الفوليوم دو، فهمتي، يعطيه واحد الملحه، يعطيه واحد التغيير شويه في هذيك في النمطيه اللي كانت. ها صافي تسنى امين، كيتسنى جات المرحله ديال ان الطير غادي يخرج للهضره، غادي يدخل في 6 شهور 9 شهور لا كريستاليزاسيون. فامين تفاجئ بالطير، تفاجئ قال لي با امين السي المولوع، هذا الطير اللي كيهضر السي المولوع، انا غادي نقول لك هاد 4 ولا 5 ديال التغاريد اللي عطيتيني اش غادي ندير بهم، فين غادي نحطهم لك، كيفاش غنعجب بهم من غير ابار المنفرد. فكون بهم دي كوبلي وحدين اخرين، يعني جمل تغريديه وحدين اخرين، وهذه هي الميزه اللي خلات داك الطير يكون عنده ان غون ريبيرتوار، ويكون عنده واحد المستوى من بعد ما سمعوه المواليع مستوى جميل. وهنا فرح امين بزاف. فمن بعد هذه اللحظه هذه اول واحد سمعه هو عبد الله، كنظن انه عبد الله اللي طولو واقيلا في المهنه ديالو، كنظن هو سيدي عثمان ولا سيدي مومن، والله ما عقلت بسداته واقيلا، صديق ديال انا كنعرفو وكنسلم عليه من هنا. عيط ليه امين قال لي اجي عندي سمعو الطائر، الطائر غادي كيغني يعني دوك لي شونجمون اللي زاد. قال لي حتى شاد العجب، قال لي هذا هو المطر، قال لي قلت لي مات، قال لي حتى لا ما مات والو، هذا هو الطير ديال المطر، قال لي قلت لكم مات باش نبقى هاني ما بقاش ننسى شويه. ف عجب بزاف عبد الله وعجب امين، ف من طبيعه الحال هزوا امين داه العين الشق فين كاينين الناس الموالي معروفين، كالاستاذ كجلال كشفيق كيوسف ك بزاف ديال الموالي تما. فكان من يعني من الحساسين اللي بسمو بلاصتهم بالتغريد بالجماليه، والناس اكدوا، هاد الناس اللي كنهضر لك عليهم عندهم تاريخ، اكدوا وهضروا على هاد المطل، هاد الطائر ديال المطل، انه حتى هو من الطيور اللي دازت في المغرب. وحتى موكيل عبد الرحيم ومجيد ديال المعارف مازال الان كيدوي عليه، الا مشينا عنده وسولتيهم تقول لي شكون هو الطائر الجميل اللي داز عند امين جنان، يقول لك كان عنده واحد المطل بخير وعلى خير. على كل حال اذا لماذا سمي بالمطل؟ نسبة لهاد القرية اللي سكن فيها حمد اللي مشى تحول هنا، بقى داك الطير عند امين مدة هذا كان ما اظن 3 سنين. ف 3 سنين فهي يعني مدة كافية باش تشبع بداك الطائر. وامين عنده واحد لو ستيل انه يقدر يبقى عنده طير عام عامين 3 سنين كيبغي يشونجي، سيتو الا سمع شي طير شي قنت اخر محافظ بواحد الطير كيما في شكل اخر، حافظ واحد ستيل يعني واحد النمط، ماشي نمط مغير وانما ان اوتر ستيل، كيبغي يحيد ديك النمطيه عنده. ف هذاك الوقت كان امين عجبو واحد الطائر عند الاخ ديالنا الحلاب، مشى سمعو لقاه ستيل مغير على ديالو، فبغى يشريه، ومن طبيعه الحال شرا هاد الطير هذا، هاد اللي عند الحلاب شراه. هنا هادي هنا فيها تكون واحد لا ترانزاكسيون ديال ان المطل غيسيني مع البارصة، هنا غيولي المطل بارصاوي. كيفاش بارصاوي؟ هنا غيدخل اللي في التصويره المهدي حتى هو، الا كان المهدي الا كان امين بوعميره هذا نقولوا ليه سنايبر، فدخل
في الميركاتو وشرا وتفاهم هو امين هو الصديق ديالنا امين في هذا الميركاتو هذا خداو سيدي تفاهموا وخدا مع عنده المطل وهنا سينا المطل مع غوارديولا ديال بيرو هنا سينا مع البارسا هنا ولا بارساوي اذا ملي ولا بارساوي دخلات المرحله ديال المهدي الى الحد الان طويه باقي عند المهدي الله يخليه ليه كيتولع به طائي مزيان وواحد القضيه قبل ما ننساها انها الطويه هذا سمعوا مواد القصر وكان عنده التسجيل ديالو ومواد القصر كان في اسبانيا وسمعوا المولوع المعروف فقيل داريو سمع ليه التسجيل قال ليه هاد الطي هذا توب دي توب لو ريبيرتوار توب دي توب كلاسيكي 100% وحافظ على سميتو يعني محافظ على لو ريتم هذا هو هذه قصه المطل ديالنا اذا هنايا انا ما كنهضرش على لو ريبيرتوار ديالو والمحتوى ديالو انا كنهضر على القصه ديالو وعلى كيفاش دار بلاصتو والباركور ديالو التغريد ديالو او كما كنسميه انا في التعاليق ديالي على الفيسبوك لو سوفتوير ديالو ولو هاردوير باين الى الطوب لو سوفتوير ديالو غادي تسمعوه وراكم فايتين سامعينو فلكم الحكم ولمحكمتكم الموقرة تقول لي بغات اذا الاخوان نمشيو ونسمعوا جميع الهاب الطويه طائر ملقب بالبطل الباساوي
ها دونك امين ما حيدش البايجو، ما حيدش البايجو الاخوان، هو ضرب البايجو ربما ضربها الغايب في الامر. لحد الساعه ما سمعتش فيه بيتكوري اللي كان امين زاد في السي دي، هو اللي كان سامع واش جابها ولا ما جابهاش. ها هي البايجو، البايجو مزيانه، اذا واش جابها ولا ما جابش بيتكوري ما عقل ما عرفتش، ما سمعتوش كامل. هذا سي امتي فيديو ديال واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق، ما نظنش سي سي تحكم عليه ولا إذن الإخوان من خلال التغريد ديالو، من خلال القصة ديالو، نتوما غادي ديروا واحد الحكم شامل، وكما كنقول فوجة ممتعة، وأتمنى تعجبكم هذه القصة، ونتمنى الإخوان يصيفطوا لي الطيور ديالهم إن شاء الله باش ندير لهم مسار طائر إن شاء الله. شكرا لكم، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج مسار طائر. صيفطوا لي اللي عنده شي طوير عنده قصة زوينة وعنده في الساحة الولاعية حاضر، واخا يكون فايت مات وعندو تسجيل ديالو فيديو، فمرحبا به، فعلى راسو العيب ندوي عليه ونحطو في الارشيف ديال المنتوج الولاعي المغربي القح. شكرا لكم.